قضية الحيازات الزراعية أثيرت الخلاف ما بين الوزير محمد الجبري والشيخ محمد اليوسف. حقيقة الحيازات الزراعية وهذا الملف الآن المتخم بالفساد، حيازات زراعية حصل عليها بعض الأشخاص من خلال رخص تجارية مزورة. هذه رخص تجارية، وصلنا إلى عدد 115 رخصة مزورة. 115 هذه بس في مرحلة مراحل بدون تعاونهم، لو متعاونين معانا يمكن نطلع المئات. حققنا في هذا الموضوع واكتشفنا البلاوي. شخص أنا يعني بالنسبة لي أعتبره زعيم هذه المافيا برا هيئة الزراعة، وهناك قيادات داخل هيئة الزراعة مرتبطين فيما بينهم. وجدنا من خلال الرخص اللي تم استخراجها أن جميع الشروط والضوابط اللي تخص وزارة التجارة معدومة. وجدنا أن هذا الشخص قد استخرج مئات الرخص التجارية، ورخص شنو؟ تجارة عامة، مقاولات، الضمان البنكي اللي المفروض تقدمه حق شركة واحدة، لقينا أن هذا الضمان البنكي يتقدم حق مئات الشركات. والطامة الكبرى، وجدنا أن هذا الشخص بعلاقاته مع بعض القيادات داخل الهيئة العامة للزراعة يتم منح حيازات زراعية، وبعدين يتم بيع هذه الحيازات إلى الأشخاص اللي طبعاً ما عندهم خلينا نقول واسطة. أنت اليوم من المفترض إذا حصلت كشخص على حيازة خلاص ما تحصل على حيازة ثانية. صح. هذا الشخص قاعد يطلع مئات الرخص التجارية ومئات المزارع. لقينا أن هناك لف ودوران وعبث من خلال بعض القيادات في هيئة الزراعة. لقينا أن هناك ارتباط مع هذا الشخص من خلال وزارة التجارة، لأن هذه مافيا مرتبطة في بعضها مع بعض من خلال هذه الوزارة.